السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد ازاي نوزن الكيرب لميزان الليزر. لما يكون عندنا موقع مساحته كبيرة وش وجنب، ازاي ناخد كيرب الاثنين مع بعض ويكون الخط مظبوط وعلى الميزان الليزر. لان ميزان الخرطوم لما احنا بناخد الكيرب دي هيعمل معانا فرق ممكن من طول المشوار يعمل معانا نص سنتي او سنتي، لكن الليزر بيتفاوت. هو اساسا الليزر نفسه مكتوب عليه من 2 ل 3 مللي فرق بس. فلما يكون 2 3 مللي في المساحه دي كلها ما يزعلونش في حاجه، ما يكونش 14 متر ولا 15 متر مش هيبانوا اصلا. يلا بينا نشوف احنا عملناهم ازاي. هنا طبعا بنوزن الميزان اول على المقاس اللي احنا عايزينه. لما نلاقي الضوء الاخضر ده مظبوط نعرف ان الميزان موزون. لو الميزان ماهوش قائم مش موزون في مكانه بيدينا ضوء احمر. هنعمل حلقة تانية ان شاء الله عن الميزان كله. هنا بنشوف احنا ظابطين الجنب اهو، كنا احنا مركبين ده، وهناخد التاني على نفس الوزن دي. لو بصينا هنلاقيه جايب الجنبين مع بعض كده بالشكل ده، كده موزون. هنبدأ نظبط على المزة ان شاء الله. هنا ده ظبط خلاص، ولما بيكون في ريح او هواء او بيبقى فيه هزة بسيطة كده، فلازم نخلي بالنا لما نيجي نشتغل نظبط الحاجات دي كلها. هنا بنظبط على نفس العلام وبنثبت من الطرف، وبعد كده بنثبت من الطرف التاني. الحم عليه كده، الحم الحم عليه على وضعه وعن بالشكل ده. احنا في طرق تانية بنثبت الجنب كله، يعني هنا مثلا ارتفاع 65 سنتي بنفصلها كلها مع بعض، بس هنا في اللون هناخد الوزن بس عشان الإضاءة دي الضوء ده ما بيبانش بالنار كويس. في ليزر أخضر بيكون قوي شوية عن الأحمر. بنبدأ بقى نثبت بتيش أو كنة أو مسمار، كلها مسميات واحدة. هنا بيثبت التيش بتاعه وبعد كده بقى ايه يديله بنطة الحمل. لو انتوا باصين كده كنا احنا واخدين علام بالقلم في الجنب علشان كنا هنكمل بالنهار، ولكن الحمد لله عملناها على طول. يعني بعد كده بنثبت على العلامات وبيتم التخريم، وبعد كده بيتم التلحيم على طول. واحنا بندق الكانة
نخلي بالنا ان هي ما ترحلش العود اللي احنا هنلحمه. زي ما انتوا شايفين كده العلام مظبوط. هو هنا كله بيتعمل بنفس الطريقة، بيدق الكنة وبعد كده يبقى النضف كده، بتبقى موزونة كلها. هنا خرمه كل بقى مرة واحدة. دول لسه هيدقوا يعني. هنا بيتأكد من ارتفاع التيش مظبوط ولا لا. في شغل احنا بنعمله بمسمار بفيشر، بس هنا الاستشاري كان طالب الشغل كده. وبنطلب منكم الدعم ان شاء الله، واذا عجبك الفيديو ما تبخلش باللايك والشير. والسادة المشاهدين الغير مشتركين نرجو الاشتراك فضلا وليس امرا، لان نسبة المشاهدات على القناة من غير المشتركين اكتر من المشتركين بنسبة كبيرة جدا. هنا تم ضبط الشرب من الجنبين زي ما انتم شايفين. وبيتم اللحام على المقاسات المطلوبة على نفس وزنة الشرب. ميزة الشرب ده ان فيه خطوط رأسية وأفقية. هنا ده خط بالطول هنا كده زي ما انتم شايفين رأسي العمود بعد ما خلص. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويكون فيه افادة للجميع. هنا لما بنشد خيط من جوه او من بره، لما نكون بنعمل جزئين بعيد عن بعض بنشد خيط على الاتنين ونوزن عليهم بالشكل زي ما انتم شايفين كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.